قليلة غارة الطيران الحربي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. هذا المكان، هذا بقايا الصاروخ. لا لا، ليس بقايا الصاروخ أبدا، لا. هذه حفرة، حفرة كبيرة في الحقيقة، حفرة كبيرة أحدثها هذا القصف الجوي. لا يحس لا يزال الغبار، لأن هذا مكان القصف الذي جرى منه قليل بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي 17/2016. إن شاء الله ما في إصابات يا شباب. أي الحمد لله رب العالمين، لله الحمد ليس هناك إصابات بعد هذا القصف الجوي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. لأن الحقيقة حفرة كبيرة أحدثها. الرجال موجود بالبيت أو لا؟ دقيقة بس، خليك معي خليك معي. بابو الفرن، بابو الفرن، رجع 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 يا بابود، رجع البيت. طالية في باب الحرب بابود، رجع البيت بابود. خذ خبره. طمولي ما سمعت. الحمد لله. إذن ليس هناك أي إصابات، لله الحمد، ليس هناك أي إصابات بفضل الله عز وجل.